الفيلم ولا حضرت في هذا الفيلم؟ حضرت في هذا الفيلم لان المنتج ديال هذا الفيلم ما خداش الدعم ديال المركز السينمائي المغربي، وهذه رساله بحد ذاتها بان هناك افلام يمكن ما يستافدوش من دعم ديال المركز السينمائي، ولكن يستافدوا من دعم اخر، يعني عبر القاعات اللي حلينا 150 قاعه سينمائيه اللي كاينه، اللي بدات 50 منها الشطر الاول كيف ما عرفتوا على الصعيد الوطني، واللي غتخلي ان يمكننا نشجعوا الانتاج بطريقه جديده عبر القاعات اللي غتفتح في جميع الجهات والاقاليم ديال المملكه، ويكون واحد النموذج اقتصادي جديد مبني على هذا على 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 الاستثمار ديال المنتج، لانه كيامن في المنتوج ديالو، في العمل الفني اللي غيقوم به، في العمل الثقافي اللي غيقوم به، وبالطبع الجمهور كيتجاوب مع الانتاج ومع الاستثمار اللي دار بطريقه عاديه، وكيخليه يولي مداخل عند ذاك الانتاج، لانه فاش المنتج كيستثمر طعم الطاقه ديالو في المشروع الثقافي، في المشروع السينمائي، وبالطبع بالامكانيات اللي عنده، كيولي واحد نجاح واقبال، لانه خصو ينجح في العمليه ديالو باش يكون المشروع، باش كيكون النموذج الاقتصادي ديالو ناجح على الاقل، يوصل ذاك ليكيليب. حنا ما كنقولوش جميع الافلام المغربيه غتنجح 100% اقتصاديا، ولكن على الاقل نوصلوا ذاك ليكيليب اللي غتخلي، علاش هادشي كنقول لكم، باش يكونوا انتاجات اكثر واقوى، وباش انا ذاك نطوروا حتى الطريقه ديالنا ديال التعامل ديال التدبير ديال الدعم في المجال السينمائي. انا كنت محظوظ جدا كوني انني من بعد هاد الخمسه ديال العقود وانا في الميدان الفني تلفزيونيا ومسرحيا، ولكن عمرها ما تحت لي فرصه. كانت عندي واحد المشاركه تقريبا هذه واحد 30 عام في واحد الفيلم سميتو ياقوت، والحمد لله على ان الطلب جا من طرف السي محمد علي المخرج ديالنا، الرجل الطيب اللي لقيت فيه واحد النوع من الكفاءه، واحد النوع من الصبر، واحد النوع من الاحترام للاخر والفنان، وعشت معها تجربه، ونتمناو على انها تكون في مستوى تطلعات الجميع، لاننا كنا كنطمحوا على اننا نقدموا عمل جميل اللي يرضي عليه الجمهور المغربي، وحطنا في الخانه ديال تاريخنا اللي هو طويل، وقدمنا خدمات لهذا الوطن الجميل، ونتمناو على اننا نكون باقين في المستوى. المشاركه ديالي في فيلم خلب ستات سعود فرحانه بزاف، ما تقدروش تصوروا الفرحه ديالي، سورتو مشاركتي الاولى في فيلم سينمائي، دونك الفرحه ديالي لا توصف. الدور ديالي زوين، سورتو الفيلم جمعني بعمالقه الفن، الكاستينغ زوين بزاف، واجواء التورناج دازت زوينه بزاف، ونخليكم ان شاء الله انتم تشوفوا الفيلم وانتم اللي تقولوا لنا كي داير الفيلم. لا الناس مازال متيقين لدابا، تيقول لك يبقى باباك شويه من بعيد، كيبقى باباك شويه تنقول لهم الحمد لله سافا يبا ميو، ولكن الحمد لله الناس شافوا وغادي يشوفوا مازال لا سويت في الفيلم ان شاء الله. المشاركه ديالي في فيلم قلب ستات سعود كان جسد دور نانسي، اللي هي واحد سيده لبنانيه اللي كتجي اول مره للمغرب باش تبرع بقلب، وما غاديش نحرق الاحداث اكثر، ولكن الاجواء ولا القصه ديال الفيلم زوينه، كوميديا مع نخبه من نجوم كبار ديال الشاشه المغربيه، وفوالا، وكنقول للجمهور يجيو قاعات السينما باش يكتشفوا قلب ستات سعود. اجواء دازت زوينه، يعني تقريبا كاع الفنانين اللي اشتغلت معاهم من قبل، والاجواء كانت زوينه، واجواء ديال التعاون على واحد لو بروجي اللي كنا كنتعاونوا باش ان شاء الله يكون في واحد الصوره زوينه كيف ما غادي تشوفوا اليوم. انا جد سعيد بعد المشاركه ديالي في هذا المسلسل، في هذا الفيلم السينمائي الكبير اللي فيه مجموعه من الفنانين الكبار اللي صراحه لي الشرف انني نشتغل معاهم. الدور ديالي ما عنديش دور كبير، عندي شويه مساحه زوينه للعب، وكنتمنى الفيلم ينال اعجاب الجمهور. الموضوع غيكون الفيلم هو كيهضر على بزاف ديال الجوانب الانسانيه، على الجشع، غيهضر على بزاف الحوايج، هو في قالب كوميدي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالي. الحضور ديالنا اليوم سهل وبسيط جدا، اليوم حنا هنا بالتواجد ديالنا جد فرحين للتواجد، طبعا جد سعداء، هو تواجد من اجل تشجيع الثقافه الفيلم المغربي في مدينه الدار البيضاء، لان عادي مشرف ان نتلاقاو مع الفنانه ديالنا ونشجعوهم. مجلس مدينه الدار البيضاء
عطي واحد القس كبير في هاد يعني الفتره للثقافه، واكيد الحضور ديالنا اليوم هو خير دليل على ذلك. فنحن هنيئا لنا بالفنانين المغاربه اللي كيبدعوا وما غاديش يحبسوا من الابداع ديالهم، فتبارك الله عليهم. مدينه الدار البيضاء بجميع مكوناتها بجميع مجالسها طبعا تشجع الفيلم المغربي، الفن المغربي، الثقافه المغربيه، وبالتالي التواجد ديالنا ما هو دعم لجميع الفنانين. الحضور ديالنا كان واجب لدعم الثقافه والانتاج المغربي والمنتجين المغربيين والممثلين المغربيين، فيلم اللي 100% مغربي واللي كان كله غير بامكانيات خاصه، ما كانش دعم لا ديال الدوله لا ديال المدينه لا ديال اي واحد. دونك على الاقل كان خصنا ندعموا بالحضور ديالنا ونتمنوا لهم التوفيق. وكيف ما قلت انه كنشوفوا عائله كلها حاضره في الفيلم، اللي كنشوفوا لنزهه ولا كنشوفوا سي سعد ولدها، ما يمكننا الا نكونوا فرحانين ومدعمين الانتاج المغربي. انا شخصيا جاي باش نشوف فيلم الافلام المغربيه هنا في هذه القاعه ديال ميغاراما. كوم دابيتود الافلام المغربيه كتشد واحد الجماهير غفيره، وهذا شيء جميل جدا. صناعه السينما الان في المغرب مهمه. الان انا غنشوف الفيلم ومن بعد غنحكوا عليه ان شاء الله. المغربي كنتمنى منه كنطلب منه يلتحق بالفعل الى عاجل.